اعرف راي حضرتك ايه في مؤتمر المال جي تي ام النهارده؟ مؤتمر المال جي تي ام من اهم المؤتمرات على الاجنده الاقتصاديه، وكل سنه يعني مستواه بيرتقي اكتر بمستوى الحضور، والاهم منه الموضوعات اللي بيتم مناقشتها. طبعا الحضور الحكومي بارز، وده بيعكس ان في اهتمام كبير جدا بالملف الاقتصادي، وفي تطلع كبير جدا لوضع روشته لاصلاح الوضع الاقتصادي والمالي في مصر. اعتقد التواجد الكبير بتاع النهارده ده بيديلك انطباع كبير بمدى جديه الحكومه في اتخاذ خطوات جاده في هذا الملف، فيما يتعلق بموضوع تحسين بيئه ومناخ الاستثمار، فيما يتعلق بمشروعات البنيه التحتيه، فيما يتعلق بجذب الاستثمارات، فيما يتعلق باصلاح الخلل في منظومه الاقتصاد، منظومه الدعم، منظومه الطاقه. اعتقد دي كلها مؤشرات ايجابيه بتديلك استشراق ايجابي من ناحيه المستقبل وبما قد يكون عليه الاقتصاد المصري. تنظيم المؤتمر معمول جيد جدا، بدليل عدد الحضور كان قوي جدا، وما زال حتى قبل اخر جلسه دلوقتي الحضور كله جيد جدا. لا، تنظيم هايل جدا، الحضور قوي جدا، جميع شرائح العاملين في المجال الاقتصادي ومجال المال، من مستثمرين، من شركات، من وزراء، من جهات حكوميه، الخ. فانا شايف ان هو مؤتمر ناجح جدا، ويا ريت يبقى فيه مؤتمرات ثانيه اكتر بصفه مستمره في هذا المجال وبصفه دوليه. لا، اليوم والحضور كان فيه اقبال كتير جدا للمؤتمرات. انا حقيقي انا سعيد جدا ان انا حضرتها النهارده، وجات لي فرصه ان انا اعرض وجهه نظر الخاصة في البيزنس موديل الجديد اللي بتعمله شركة المستقبل، واللي برجو ان الدولة او الوزارة تحققه بالنسبة للموديل الجديدة اللي هي لا يتوفر لها موازنات دولة في المرحلة اللي جاية. ايه رأيك في تنظيم مؤتمر المال جي تي ام النهاردة؟ الحقيقة تنظيم هايل، والمؤتمر حضوره ممتاز، وانا مبسوط جدا ان الناس قعدت، خصوصا بعد البانل بتاعت الوزراء. بقية البانلز كلها بتتكلم في حاجات مهمة جدا، والناس فضلت قاعدة وحاضرة لحد آخر وقت، وأنا متوقع بكرة كمان إن شاء الله واضح من التنظيم بتاع السيشنز بتاع بكرة هيبقى برضه